أكد سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام أهمية تدعيم العمل الخليجي المشترك في الارتقاء بالرسالة العالمية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودورها المحوري في تعميق المواطنة الخليجية وتدعيم منجزاتها التنموية والحضارية ودفع مسيرتها المباركة في الانتقال من مرحلة التعاون إلى إنشاء الاتحاد الخليجي القوي والمتماسك. وأشار الرماحي لدى مشاركته في الاجتماع 24 لأصحاب المعالي والسعادة وزراء الإعلام في دول مجلس التعاون برئاسة معالي الدكتور عادل بن زيد الطريفي وزير الثقافة والإعلام بالمملكة العربية السعودية إلى اعتزازه بالمشاركة في هذا الاجتماع المبارك بعد تسلمه مهام المسؤولية عن قطاع الإعلام والاتصال في مملكة البحرين، وتطلعه إلى تفعيل مسيرة التعاون الإعلامي الخليجي لما فيه خير وصالح دول المجلس وشعوبها. وأكد وزير شؤون الإعلام أن ما توجهه منطقتنا الخليجية والعربية من تحديات أمنية واقتصادية وتزايد مخاطر التطرف الفكري والتحريض على العنف والإرهاب إنما تفرض مسؤولية مضاعفة على ضرورة تفعيل دور الإعلام الخليجي وأهميته في حماية أمن واستقرار دول المجلس وتعزيز وحدتها وهويتها العربية والتنسيق الجماعي في مواجهة الحملات الإعلامية المضادة وتوضيح الحقائق على الساحتين الإقليمية والدولية. وأشاد الرميحي بالاجتماع الاستثنائي الثالث لأصحاب المعالي والسعادة وزراء الإعلام بالرياض وتأكيده أهمية تدعيم مسيرة العمل الإعلامي المشترك في تعميق وترسيخ الهوية الخليجية وتدعيم روابط المجتمع الخليجي وتعزيز أمنه واستقراره وسلامته وبيان الجهود الإنسانية الخليجية الهادفة إلى رفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق. وأكد أن مملكة البحرين وفي ظل القيادة الحكيمة لجلالة عاهل البلاد المفدى حريصة دائما على مساندة كل ما من شأنه تعزيز العمل الخليجي المشترك لا سيما في المجال الإعلامي انطلاقا من روح الأخوة الصادقة والروابط التاريخية والحضارية والاجتماعية والإنسانية ووحدة الهدف والمصير. وأشار إلى التزامه بتعزيز التعاون والشراكة بين أجهزة الإعلام الخليجية في حماية الأمن القومي بكافة أبعاده وفق رؤية موحدة تحافظ على الهوية الخليجية والعربية والإسلامية لدول المجلس وشعوبها وتعلي قيمها الإنسانية السامية الداعية إلى الوسطية والتسامح والحوار بين الأديان والثقافات ونبذ دعوات الفرقة والتحريض على التطرف والكراهية والإرهاب. وفي ختام كلمته وجه سعادة الوزير إلى أصحاب المعالي والسعادة وزراء الإعلام بدول المجلس لحضور ومباركة حفل افتتاح فعاليات الدورة 14 لمهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون يوم 14 من مارس الجاري، مشيرا إلى ترحيب مملكة البحرين وسعادتها بتنظيم هذا المهرجان الأخوي، وذلك بحضور كوكبة من قيادات ورموز الإعلام والإبداع الخليجي والعربي. إنه لمن دواعي سروري أن ألتقي بكم اليوم في بلدي المملكة العربية السعودية الشقيقة بين أهلي وأشقائي، معرباً عن سعادتي وتشرفي بالعمل معكم في تدعيم مسيرة التعاون الإعلامي الخليجي لما فيه خير وصالح دولنا. أصحاب المعالي والسعادة، إن ما تواجهه منطقتنا الخليجية والعربية من تحديات أمنية واقتصادية وتزايد مخاطر التطرف الفكري والتحريض على العنف والإرهاب، إنما تفرض علينا مسؤولية مضاعفة في تفعيل دور الإعلام الخليجي وأهميته في حماية أمن واستقرار دول المجلس وتعزيز وحدتها وهويتها العربية والتنسيق الجماعي في مواجهة الحملات الإعلامية المضادة وتوضيح الحقائق على الساحتين الإقليمية والدولية. وأود التأكيد على أهمية تدعيم مسيرة العمل الإعلامي المشترك في تعميق وترسيخ الهوية الخليجية العربية وتدعيم روابط المجتمع الخليجي وتعزيز أمنه واستقراره وسلامته وبيان الجهود الإنسانية الخليجية الهادفة إلى رفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق. أصحاب المعالي والسعادة، إن مملكة البحرين في ظل القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حريصة دائما على مساندة كل ما من شأنه تعزيز العمل الخليجي المشترك لا سيما في المجال الإعلامي انطلاقا من روح الأخوة الصادقة
والروابط التاريخية والحضارية والاجتماعية والإنسانية، ووحدة الهدف والمصير، ودفع مسيرتها المباركة في الانتقال من مرحلة التعاون إلى إنشاء اتحاد خليجي قوي ومتماسك. أدعو الله العلي القدير أن يوفقنا جميعاً ويسدد خطانا على طريق الارتقاء بمسيرة العمل الخليجي المشترك، تنفيذاً للتوجيهات السامية لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، حفظهم الله ورعاهم، وبما يلبي آمال شعوبنا الخليجية الشقيقة في الانتقال نحو الاتحاد الخليجي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اختتمت في الرياض أعمال الاجتماع 24 لأصحاب المعالي والسعادة وزراء الإعلام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورأس وفد مملكة البحرين في الاجتماع سعادة الأستاذ علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام. أصحاب المعالي والسعادة، إن مملكة البحرين في ظل القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حريصة دائما على مساندة كل ما من شأنه تعزيز العمل الخليجي المشترك، لا سيما في المجال الإعلامي، انطلاقا من روح الأخوة الصادقة والروابط التاريخية والحضارية والاجتماعية والإنسانية، ووحدة الهدف والمصير، ودفع مسيرتها المباركة في الانتقال من مرحلة التعاون إلى إنشاء اتحاد خليجي قوي ومتماسك. وناقش الاجتماع الموضوعات المتعلقة بمسيرة العمل الإعلامي المشترك في مجال تعزيز العمل الإذاعي والتلفزيوني والإعلام الإلكتروني بين دول المجلس، إضافة إلى بحث الخطوات التي تم إنجازها لمتابعة تنفيذ ما ورد في الدراسة التقويمية للاستراتيجية الإعلامية المشتركة. كما تتطلب هذه المرحلة العمل المشترك على تجانس الخطاب الإعلامي الخارجي باعتباره يعكس تجانس الخطاب السياسي بين دول المجلس. نحن نعيش في عالم أصبح للإعلام فيه دور رئيس في التأثير على كل ما يخص دولنا، وما له تداعيات واضحة خارج الإطار الإعلامي التقليدي، مما يضاعف مسؤولياتنا كوزراء إعلام إزاء تنوير مجتمعاتنا بالمخاطر التي تحيط بهم من الفكر الإرهابي المتطرف. كما بحث الاجتماع الوزاري متابعة تنفيذ قرار المجلس الأعلى في دورته 36 الخاص بإبراز الصورة الحقيقية للإسلام ومواجهة حملات الكراهية والتعصب والتطرف والطائفية. وزراء الإعلام أكدوا على أهمية إعداد ميثاق شرف للإعلام الإلكتروني بين دول مجلس التعاون لمواكبة التطور الإلكتروني في العصر الحاضر. سامي الحمود، تلفزيون البحرين، الرياض.